9. خدت كل الأدوية مفيش دواء نفع فيا، وقالوا لي دواك يا عبدو ما خدناهوش في الكلية. خدت كل الأدوية، خدت كل الأدوية، خدت كل الأدوية. تحية لرئيس مجلس الوزراء، أنا بعشق الراجل ده ما شاء الله، بيجي الوزارة زيه زي الصورة كده ما بيعملش حاجة، وجوده زي عدمه. خدت كل الأدوية. أيوة يا محمد، أيوة يا محمد، امنع التظاهرات يا محمد. أي واحد أمه اتطلقت هيتظاهر؟ مصر مش ملطشة يا محمد. في إيه يا عم؟ في إيه؟ ما تسيب يا عم اللي عايز يتظاهر يتظاهر، اللي مش عايز يتظاهر يشال عنه ما الظاهر. عبده، أنت بتتكلم في السياسة ليه؟ أنا آسف يا باشا. أنا مش باشا. أنا آسف يا لواء. أنا مش لواء. أنا آسف يا عميد. أنا مش عميد. أنا آسف يا اسطى. أعمل لك إيه؟ إيه اللي يرضيك طيب؟ نظفت. أقطع شعري عشان تتبسط طيب ولا لا؟ ده شعر برضه يا عبده؟ نظفت. نظفت يابا. طب روح نظف الحمام، عشان المرة اللي فاتت كان في ورقة تواليت مرمي في قلب القعدة. ما أنا اللي رميه. أنا مش عارف ليه رئيس مجلس الوزراء متمسك بيك. يمكن عشان خاربها. يا ابني رئيس مجلس الوزارة والوزارة والوزراء وكله جاي دلوقتي في اجتماع مهم. ولا مهم ولا نيلة ولا بتعملوا حاجة، خربتوا البلد الله يخرب بيوتكم كلكم. أقول لك إيه، ما أنت اللي في وشي. أقول لك حاجة؟ قول. خدت كل الأدوية. أيوة يا محمد، أيوة يا محمد، دخل وزير الزراعة يا محمد. وزير الزراعة اهو، خليه يدخل. خش يا ابني. أنا وزير والله العظيم، وزير وعهد الله وزير. والنبي يا باشا كلمهم على البوابة أقول لهم إني وزير، عشان كل يوم وأنا داخل يقولوا لي الجنينة من ورا. معلش برضه مع الوزير، أعذرهم. هموت وأعرف مش ميتين عين ليه إني وزير. معلش يا معالي الباشا، حضرتك يعني برضه الا الباشا ظابط. اه ظابط. طب والنبي كنت عايز منك خدمه. اتفضل. عندي الواد ابن اخويا سحب رخصه الجرار بتاعه، قال ايه كان مفيم الازاز. قلت لك مليون مره يا معالي الوزير، انا مش ظابط في المرور. امال انت ظابط فين؟ ظابط هنا في الوزاره. ايوه صح، هنا الوزاره، وانا رئيس الوزراء اختارني وزير، مش عارف ليه، مجنون ده ولا ايه حكايته؟ ايوه يا محمد، محمد النهارده في اجتماع مهم يا محمد. اي وزير يجي دخله يا محمد. دخل وزير البترول يا محمد. اتفضل يا معالي الوزير. اسف جدا 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 يا بهوات، بقالي ساعتين في طابور البنزينه مش عارف امون، مفيش ولا نقطه بنزين واحده. والنبي يا معالي الاسطبيليه كنت عايز منك خدمه. بلي يا فلاليحو، عندنا الاسطوانه اللي في البيت فضيت، فكنا عايزين يعني معاليك تملى لنا اسطوانه. اسطوانه بوتاجاز؟ امال اسطوانه شاهيناز؟ طب قول لي قول لي تعال. اقول لك ايه؟ بقول لك عايز انبوبه. كلها يومين بالظبط يا معالي الوزير وتطلع الكروت الذكيه، تصرف حصتك انت ومراتك والبوتاجاز كمان. طب والكروت الذكيه دي هتفهم النوعيه بتاعتي دي؟ بقول لك كروت ذكيه يعني تفهم اي حد على وجه البسيطه. ابسطها لك. اه، عارف القريه الذكيه؟ ده نسكه منها. ما هو واضح يا حبيبي، القريه الذكيه دي هي اللي بتطلع الكروت الذكيه، فهمت؟ اه فهمت، ان في قريه ذكيه وكروت ذكيه. انا بحب المزرعه السعيده. اه والله فلاح فاقد الاهليه والزملكاويه. اي حد عايز يدخل دخله يا محمد. دخل وزير الصحه والكهرباء والرياضه يا محمد. فاري كبير، فاري عظيم، اديله عمري وبرضه اكس برارارا اكس برارارا. اهلا يا معالي وزير الكهرباء. اهلا وسهلا بيه. منور يا معالي وزير الكهرباء. ربنا يخليك يا رب، ده نورك والله. ده انا يا فندم قلت لك مليون مره ما تسلمش عليا. اسف جدا، اسف اسف، اصلا انا عندي كهرباء زياده على المخ.
هو حضرتك مين؟ أنا وزير الزراعة. المال بتاع البانجو يبقى شكله إيه؟ يبقى شكل وزير الرياضة كده منور يا كابتن كارتيلي. ألا بقى الأستاذ يبقى مين؟ أنا الدكتور عبد الكريم دوايا ومش لاقي دوايا. بقى معقولة مش لاقي دواك؟ ومعانا معالي وزير الصحة. أهلا يا معالي وزير. هتحاوبش تروح مننا؟ هتموت في الاجتماع الجاي والله. تعال تعال تعاون بسرعة. آسف جدا. أصلا أنا عندي كهرباء زيادة على المخ. مخ؟ طب احمد ربنا إن عندك مخ. هو حضرتك مين؟ أنا وزير الزراعة. وأنا وزير الكهرباء. الدكتور عبد الكريم دوايا ومش لاقي دوايا. ده حافظ مش فاهم. قال ايه صوت المكنه ده يا باشا؟ ده معالي وزيره البيئه وصلت. البيئه نظيفه. الله الله. والجو نظيف. وزيره البيئه. يا لطيف يا لطيف. يا لطيف. شكرا يا عم. سلام يا امه. سلام. ازيكم يا وزر؟ عاملين ايه؟ ازيك يا عنبه؟ اهلا 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 وزير الرياضه اللي وكسنا ومرجعنا لورا. ما تحترمي نفسك يا ست انت. انا مش عارف عينكم وزير البيئه ازاي. زي السكر في الشاي. ويجون ويجون ويجون. يلا يا بتاعه البيئه. يلا يا بتاع غانا. اجيب لك مونتيري والنبي اجيبهولك. ليه؟ اهلا اهلا وزير الزراعه. اهلا يا كيداه. انا عايز اعرف حاجه. مين اللي دخل الحمام ده وما شدش السيفون وهو خارج؟ مين؟ تلاقيها وزيرة البيئة. انتي احترم نفسك. ده انا واقفة جنبك حتى. انا بيئة بس نظيفة قوي. ده انا حاطة في الحمام بتاعي بدل السيفون تلاتة. بدل السيفون تلاتة ليه؟ نافورة. وإيه الحق يا ولية؟ هو اللي ما شدش السيفون عشان تبقى فاهم. ربنا العالم. ثانية واحدة يا جماعة. معالي وزير الصحة عايز يقول لكم حاجة مهمة جدا. يا جماعة أهم حاجة النظافة. ها؟ تغسلوا إيديكوا قبل الأكل وبعد الأكل وأثناء الأكل 5 مرات في اليوم. ما نقطعها أحسن يا بابا. إيه دي؟ نقطع لك إيدينا أحسن يا بابا. ما تنهدش معايا عبده تعبان. مش قادر يقول لك 5 مرات الصبح و10 مرات دي تبوش. معلش يا عبدو معلش. طب قول يا اخوانا عيب. عيب ايه اللي نظافه ونغسل ايدينا؟ عيب ده احنا وزراء. ايوه. قال لي ايه السيفون دي؟ انت عارف الدش؟ اللي من فوق دي اقلبه الناحيه التانيه يبقى سيفون. وزيره البيئه هي اللي ما شدتش السيفون. احترم نفسك. انا مش عايز ارد عليك. مش احترم نفسي. اللي انت بتعمليه ده اصلا غلط. غلط على الزلط. ايه ده ماله ده؟ ما يصحش كده معالي الوزير. رئيس الوزراء داخل معالي الوزير. بجد يا حضره البجباشي؟ يعني انت مش عامل لي مفاجاه؟ ممكن تبعد عني عشان ريحتك جاز. جاز ولا لسه ما جاز؟ اتفضل اقعد. والله العظيم ثلاثه اكبر عيب اللي بيحصل ده. لما انا ابقى قاعد مفيش احترام ليا يبقى عيب. واقوم دلوقتي ادور الضرب في الناس. عبدو ايه ده يا حبيبي؟ عبدو ايه يا ابني؟ انت ليه معادك هنا؟ ما انا بمدلكوا على بتمد عليا. انت عايز تفيدني يا عبدو؟ عشان نخلص يا ابني. رئيس الوزراء جاي. اتفضل امشي يا عبدو. بنفسه بنفسه عبدو امشي. خش يا ابا والنبي جنبك يا ابا. يلا 4 ورا يا اسطى. اطلع انت يلا خلاص. اتفضل يا معالي رئيس الوزراء. اهلا 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 اهلا. صباح الخير. صباح النور عالبا النور. يسعد صباحك هلا وسرور. لما يزقزق العصفور. سوي 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 سوي. فينك يا عصفورة وين ما نشوفك غير بتطيري. ما عندك غير جناحين شمري غير. انت يا زفت. استنى يابا. بولا 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 بولا. انت يا نيلة. في ايه يا عم؟ بولا بولا. عبدو حصل ايه؟ يا عبدو جرى ايه؟ يا عبدو حصل ايه؟ يا عبدو جرى ايه يا عم؟ خلاص يا عبدو اطلع بره واعمل لي قهوة. بقول لك ايه، ما بلاش القهوة. ليه؟ لحسن مدرة للبول. والله اطلع بره يا عبدو واسمع الكلام بعد اذن حضرتك. طب ما تجيب بوسه مشبك. اطلع بره يا عبدو. اطلع ده انا بحبك والله يا عم والمصحف بحبك. طب اطلع. بقول لك لما تجيب الكلوكوز لفه يا اطلع بره. بره. خدت كل الادويه. انا جميعكم النهارده يا ساده عشان نتناقش في كل المشاكل اللي موجوده في البلد.
بإذن الله يا باشا ما فيش مشكلة ولا حاجة. ليه؟ لأن كل عقدة وليها حلال. يعني عندك مثلا السنة دي الدودة كلت القط، ومحنا عملنا إيه؟ بعنا الدودة. السنة الجاية بقى بإذن الله نزرع الأرض كلها دود، فتطلع القطنة تاكل إيه؟ فنبيع القطن. سؤال الحلقة، هل الدودة هي الزمير؟ لو عرفت الإجابة ابعت على صب جمهورية 712، أرضك بتندى. تعالى ما حد غيري يفيدك. طلباتك يا ريس. اصلا انا عرفت الاجابه. طب ايه هي؟ احنا نجيب الزمر ونحضنه ده. ايه؟ راح الفرح وجه، اقعد مكانك، لم نفسك. في وزير محترم يقول زمر؟ ويا ترى مشكله الكهرباء ايه؟ حضرتك مفيش مشكله في الكهرباء ولا حاجه، بل بالعكس احنا اكتر وزاره بنعمل لمصلحه الشعب. ازاي والكهرباء اللي بتقطع كل يوم والتاني دي ايه؟ احنا بنقطع الكهرباء عن عم، لاننا بنعمل لآخرة الشعب مش لدنيته. ازاي بقى؟ لما الكهرباء بتقطع بتقول ايه؟ انا بقول استغفر الله العظيم من كل الله من كل الله. يعني بتذكر الله، يعني بتاخد حسنات، يعني بنساعدك في دخول الجنة. ايوه بس في ناس تانية لما النور بيقطع بتسب وتلعن فينا وفي اللي جابونا. دول برضو بنعمل لآخرته. ازاي بقى؟ لاننا من دلوقتي بندربهم على حر ونار جهنم والعياذ بالله. اللهم قوي ايمان. الله يبارك لك. ربنا ياخدك. الله يخليك. ومشكلة الرياضة ايه؟ المشكلة ما عليك في الجمهور. الجمهور لما بيجي بيرمي شماريخ على اللعيبة فالنجيلة بتتحرق، فاحنا ممكن نشيل النجيلة ونحط مكانها مية، فالشماريخ تنزل في المية تعمل تش والسمكة يعني فش، وانا بالألماني يعني ايش، والحياة بقت مش. اكمل ولا هش؟ لا هش هش. ومشكلة البترول ايه؟ انا اقول لك يا معالي رئيس الوزراء. تعالى اتفضل. بص يا معالي رئيس الوزراء، كل مواطن بيمون العربيه بتاعته يمون معاها كمان جيركن، بحيث لو العربيه فضيت يبقى الجيركن موجود. طب ولو الجيركن فضي كده العربيه تركن، وكده لو طبقنا سياسه اديك في الجيركن تركن. هايل والله يا سياده الوزير. عارف انا نسيت اقول لك على حاجه، احنا لازم نعمل الموضوع ده لان إيه؟ راح الفرح وجه، اقعد مكانك. يا جماعة الحلول اللي انتوا بتتكلموا عليها دي حلول مش عملية، الجمهور محتاج حلول عملية عشان يقتنع بيها. اسمح لي سيدي الرئيس. انا شايفة ان بلدنا ما فيهاش مشاكل ولا حاجة، كل الفكرة ان بلدنا محسودة. محسودة؟ ايوة محسودة، وانا بعرفها من عينيه. عين مين ياما؟ عين ام مصر، دي محسودة ومكسورة، تقوم النقرة تقف تحضرها عين امها. ايوة يا جماعة، بس انا يعني شايف ان الحل ده حل مش عملية، دي خرافات، ده كلام ساذج. لا يا جماعة ده مش كلام ساذج ولا حاجة، انا عندي تقارير بتؤكد وتفيد ان فعلا مصر محسودة. يا فندم يا فندم ما عليك، لازم ما تصدقش كل التقارير. لا ده تقرير سري جاي لي من شخص سري محدش يقدر يشوفه ولا يسمعه غيري انا. اتفضل يا سيادة المقدم. تمام يا فندم. معاكم المقدم عبدو ربيع، اسم حركي، الاسم الحقيقي المقدم عبدو ربيع. عبدو مقدم، يا صلاة على النبي، ده انا كنت بعطف عليه. انت يا عبدو، وانا اللي كنت بحرم نفسي من كل حاجه عشانك، ده انا كنت بشيل البرسيم من بوقي وادهولك. ياه، وانا اللي كنت فاكرك طلعت اتاريك. وانا اللي كنت بديك بنزين عشان تعمل بيه مولوتوف. وانا يا مدتك كل كوز. عبدو انا عايز البلاي ستيشن بتاعي. انا مش عايز اسمع نفس حد فيكم، اي حد فيكم اداني حاجه هرجعها له. احنا شغالين في المخابرات، لو هنسيح لبعض انا ماسك صور عليكم كلكم. لا 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 يا استاذ اتفضل منك. ليه؟ ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا سيادتك. ايه رايك في الدور اللي انا كنت عامله بتاع عبدو ده؟ ده هايل بقى. شفت محدش عرفني خالص، فظيع. شفتني وانا بقول خدت كل الادويه مفيش دواء. خلاص في ناس موجوده. خلاص خدت كل. خلاص بقول لك ايه، امثل في الضابط ولا خليه طبيعي؟ لا خليك طبيعي احسن. انا عايز بقى الناس كلها تركز معايا في اللي هقوله ده. البلد دي فيها مشكله واحده. ايه هي؟ ان البلد دي محسوده. البلد دي ايه؟ محسوده. ساعه ما هاني رمزي قال في فيلم وعايز حق هو وعصام كاريكا وعبد الله مشرف. انت هتقول كل المشاركين في العمل؟ ما تغلط يا عبدو. لما قال من هنا بحر احمر ومن هنا بحر ابيض وكده متلول وكده متلول والكل في 40 مليون. بالظبط كده، والناس عرفت قيمه البلد دي وحسدتها. ايوه ايه الحل بقى؟ مفيش غير حل واحد،
احنا نشوف مين البلاد اللي بتحسدنا ونجيب واحد عينيه ما حصلتش نوجهه على البلد دي ينق عليهم يفشلوا هم نكسب احنا. بس يا عبدو يا نكس بس هنجيب الشخص ده منين؟ انا البت بنت اختي عينيها حسوده ومقوره الله يحرقها. انت عارف مره بصيت لي قبل كده قلت لي ايه يا خالتي الجمال ده كله؟ من ساعتها اجي ابص لنفسي في المرايه اشوف نفسي دب. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. طب وانت ايه اللي مضايق؟ المفروض اشوف نفسي دبه. دبه؟ انا مش هرد عليكي مبدئيا. انا عندي فكره يا باشا جهنمين. احنا نعمل ايه؟ نعمل مسابقه يتقدم لها كل الحسيده اللي في البلد ونسميها قرب جود حسد. انا ماسك صور عليك انت لو طلعتها هتروح في داهيه. يا جماعه الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده كلام محلي. احنا محتاجين واحد حسيد دولي يطلع على البلد من دي يديها العين تنزل على الارض على طول. ايوه يا محمد. ايه مواطنين عاديين دخلوا هنا؟ ازاي يا محمد؟ ازاي؟ انا اللي قلت اي حد يدخل من المواطنين من الوزراء يا محمد مش مواطنين. بعدين يا كمال الرئيس في مشكله مهمه حلها بنفسها مع الرئيس. اتفضل يا سيدي. اوعى اوعى ايدك يا عم اوعى ايدك يعني تمسكني كده. احنا مواطنين وحقنا ندخل. احنا مواطنين ولازم نقابل رئيس الوزراء. هو انا عشان عايش في برج عاجل؟ اوعى اوعى يا عم يا عم اوعى يا عم. اوعى 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 يا عم انتوا ما اتغيرتوش ابدا استعمال القوه المفرط ده. اوعى. ايه الايد الجامده دي؟ ايه الايد الجامده دي؟ في ايه مالك؟ انا باين اتشليت يا فندم. بعد اذنك اروح اخد حقني اتشلل. يلا بسرعه. في ايه يا مواطن؟ ايه ده رئيس الوزراء اللي بيجي في التلفزيون؟ ايوه يا سيدي. طب بتطلع ازاي بعد كده من التلفزيون؟ سيادتك يعني اصل انا قدمت يعني على مشروع شقه عشان كده انا جاي اقابلك. انا قدمت على شقه حضرتك في مشروع اللي هو بتاع اسكان العرايس من 5 سنين ولغايه النهارده ما خدتش الشقه. ما هي العماير دي وقعت على دماغي اللي فيها حضرتك. عشان قدمت عليه من 5 سنين فوقت. طب سيادتك انا قدمت اللي هو بتاع مساكن صقر قريش من 4 سنين ولغايه النهارده ما خدتش الشقه. المساكن دي طلعت غير صالحه للاستخدام الادمي فقفلناها. عشان احنا غير صح. طب سيادتك قدمت في المشروع بتاع ابن بيتك يا ابن بلدي عشان ما حدش هيبني لك يا ابني وخلي بالك باين ولا ايه؟ ده هايل بقى هايل. هايل ايه يا برنس؟ احنا مالنا ومال البنا. ايوه صحيح الكلام ده بقى. لو انتوا بتدوا شقق ولا بتدوا المشروع ده لنجارين مسلح ولا مثلا بتوع محاره؟ احنا مواطنين عاديين هنبني ازاي سيادتك؟ انت بتشتغل ايه؟ سيادتك انا دلوقتي عاطل بس انا اشتغلت في كل حاجه. زي ايه؟ يعني الاول مثلا اشتغلت في تربيه الدواجن. جت انفلونزا الطيور شالت كل الدواجن. واشتغلت في ايه بعد كده؟ بعد كده اشتغلت بقى في تربيه العجول. يا كنت ربي العجل من دول تلاقيه ايه؟ لا النوع ده ما ربيتوش خالص صراحه. جت بقى ايه جنون البقر شال العجول كلها سيادتك. هايل هو ده. اشتغلت في الزراعة مثلا؟ زرعت الارض كلها قطن جت الدودة كلتها كلها. هو ده. علاقتك ايه بالرياضة؟ لا على خفيف يعني كنت بورد لعيبة للمنتخب بعد كده قالوا كده كده المنتخب ما بيكسبش ما توردش يعني. هو ده. ايه علاقتك بالبترول؟ إذا أستاذ وحيد سيف الله يرحمه. أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً. إزاي صحة حضرتك؟ لا البترول ماليش علاقة بيه خالص يا ابني. أمال إيه اللي بيحصل ده؟ أبو العيون قول لهم الحقيقة مش هنكذب على وزير البترول. لا مش علاقة مباشرة بالبترول لا هي العلاقة كانت عبارة إن أنا مطلوب مني أحفر شوية حفر على الحدود بيننا وبين بلد تانية باين ولا إيه؟ فحفرت الحفر هم ملوها بترول وبعدين جم ناس تانيين راحوا هدوا البترول يعني. طب اشتغلت في إيه تاني؟ اشتغلت حضرتك في رئاسة الجمهورية. كانوا واخديني طباخ الرئيس بدل طلعت زكريا حضرتك. أنا استلمت الشغل يوم 24 يناير. معرفش باين في 25 يناير حد مشي حد تاني جه بس كانوا بيطبخوا في البيت بط باين مش عارف. هو ده. وسع كده يا عبدو.
أبو العيون. نعم. أنت مرتبط؟ إيه أما تعميتي؟ شوال بطاطس واقف جنبه ولا إيه؟ والله يا حبيبتي كل واحد أضرب نفسه، وبعدين مالك رجليك شايلك كده ليه؟ شايلاني زي ما شايلاكي، إيه؟ مفيش تقدير. التقدير عنده مهدير، إيه ده مالها دي؟ لا بلا مهدير بلا مسامير، تظبطي كده. أبو العيون شوفي يا أبو العيون، مش عايز أرد. مش أسلوب يا أبو العيون. مش أسلوب؟ آه. آه فعلاً مش أسلوب، سيبيني أنا أتصرف. يا عسل. أنت اسمك إيه؟ اسمي عنبة. عنبة؟ امال لو بطيخة كان يبقى شكلك ايه يعني؟ عنبة ازاي؟ طب بس ايه الحلاوة اللي انت فيها؟ الله يخليك. ايه الرشاقة اللي انت فيها؟ الله يكرمك. ايه القمر اللي انا شايفه ده؟ هنا يا مصطفى. الحق يا وزير الكهرباء، الحق. حاضر تعالي تعالي. شبا خليكي ماسكة الخشب. تعالي بقى يا جماعة، يا جماعة نقولوها بسرعة المستشفى الخاص بتاعتي، يلا بسرعة يا ايه ده؟ وزير الصحة عنده مستشفى خاص بتاعته؟ ده أكيد متكلفة فلوس كتيرة أوي. يا لهوي الحقونا يا ناس، المستشفى الخاص بتاعت وزير الصحة انفجرت. هو ده هو ده. يا وزراء سيادة المقدم عبده. أيوة. غمي له عينيه بسرعة. لا أنا ماليش ده ولا ده. يبص لي أنا عبده العظيم يا بنت. إيه ده؟ وكمان بتعرف تعمل عظيم؟ يا عم يلا يا ديني قاتل بجلابية. خد وكمان بتعرف تزحف. ما تخافش يا باشا أنا هتصرف. أبو العيون شاف الكفة دي؟ شاف العين دي؟ النهاردة الخميس 5/5/2005 كان عندنا كتكوت وكبر، وكانت عندنا فرخه بتمشي كده اهو. خلاص يا باشا هو بقى في السليم. يعني دلوقتي اقدر اتعامل معاه؟ اه يا باشا نضيف اتفضل. ابو العيون. نعم. احنا محتاجينك في مهمه وطنيه لان انت عندك قوه خارقه. انت بتحسدني ولا ايه؟ قوه خارقه ايه؟ لا بقول لك ايه، النهارده خميس 50/5 بقول لك ايه، كان عندنا بتاع بيمشي كده اهو. لا يا سيدي انا ما بحسدكش، انت اللي بتحسد. أنا اللي أحسدك برضو؟ أحسدك على إيه ولا على إيه يا سيادة رئيس الوزراء؟ ده حضرتك كفاية، كفاية المكتب، كفاية الصورة بتاعت حضرتك دي. يا إيه اللي كانت بتاعت حضرتك دي؟ والنبي مالك دعوة بأي حاجة في المكتب، ماشي ولا مش ماشي؟ حضرتك أنا تحت أمرك. ماشي، إحنا محتاجينك تسافر أمريكا. أسافر أمريكا؟ أيوة. إيه ده معقولة؟ يعني هركب الطيارة اللي بتطير في السماء واللي فيها المضيفة بتقول على السادة الركاب إن هم يربطوا الحزام عشان ما يعوش من الشباك؟ دي الطيارة دي حلوة قوية. الحقونا يا ناس، في طيارة خبطت في البرج. إيه اللي وقع في البرج قدام الطيارة؟ أنت كمان بتحسد طيارات؟ أنت إيه؟ يا أخي الطيارة دي أنت هتركب فيها كده هتفرقع بيك. لا ما دي فرقعت، إحنا نحسب من أول وجديد بقى. يا أبو العيون، أبو العيون المهمة كبيرة قوي يا أبو العيون، المهمة صعبة عشان خاطر مصر. مصر يا أبو العيون، مصر بلدنا كلنا، الهرم والنيل والأهرامات وأبو الهول، وكمان عندكم مزيكة رأفة الهجان. كان عندكم مزيكة رأفة الهجان. أبو العيون ركز معايا. أركز معاك؟ مش بعينك يا سيدي. تحت أمرك يعني. يا أبو العيون. أيوة 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 أنا معاك. دلوقتي إحنا محتاجين أنت عرفت هنتابعك بإهنك؟ حضرتك يعني مثلا لو حبينا نتواصل، أنا بقيت في أمريكا عشان أحسد أمريكا. أيوة. هنتواصل مع بعض إزاي؟ هتكلموني إزاي؟ هكلمكوا إزاي؟ موبايلات مثلا ولا يعني مثلا عندكم هنا في الوزارة؟ إيه ده؟ ده عندكم في الوزارة هنا عدة جامدة. ده إيه التليفون الجامد ده؟ إيه التليفون اللي كان جامد ده؟ يا ابو العيون احنا هنتابعك بالقمر الصناعي. وكمان عندكم قمر صناعي؟ ايوه يا سيدي. طيب يعني انا طريقه حسد الامريكا هتبقى منقوله يعني على الجزيره مباشره مصر ولا ايه؟ لا طبعا احنا بس اللي هنشوفها. لا بس انا عايز الناس كلها يشوفوها لان كمان قناه الجزيره دي الصوره بتاعتها حلوه قوي. يا روما يا فتاح يا عظيم يا رزاق يا كريم يا مسهل قرب يا مدام اتنين وينوس.
قرب يا مدام اتنين وينوس تيشيرت حمادة اتنين وينوس فستان ميادة اتنين وينوس بكام تيشيرت حمادة بليز؟ تيشيرت حمادة اتنين وينوس بكام فستان ميادة؟ فستان ميادة $10 ومعاه ميادة طب انا عايز ميادة مش عايز الفستان انتوا جايين تهرجوا بقى احنا جايين نهرج يلا هات يا سيس منك لو من هنا يلا يلا اطلع بره يلا طب احنا هنجيب لك ناس يلا يلا يا رب يا مسهل يا رب اهو هو ده البيت الابيض يا بت بنت عواطف البيت الابيض اهو يا الو 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 ايوه 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 يا ابو العيون انا سامعك كويس سامعني كويس ايوه يا سيدي انا سامعك كويس مع ان انت في مصر وانا في امريكا مسافه طويله جدا ازاي سامعني ده ايه السمع الجامد اللي عندك ده الو في ايه يا باشا في ايه يا ناقصه في ايه مش عارف في ساعتها خدت الدواء نخرج سوا ده وقته يا سياده المقدم يا باشا يعني خدت البرشام لما بابا ينام يا سيدي مش وقت مسرحيات دلوقتي احنا نشوف المصيبه اللي احنا فيها حاسس ان في طحلب دخل في ودني ابو العيون ايه شايف البادي الحلو ده بيتباع باتنين ونص وعندنا بستة جنيه يا بت ما تودناش في داهية هنا الناس هيفتكرونا ان احنا امريكان لو عرفوا ان احنا مصريين وجايين عشان نحسدهم هيودونا في 60 داهية ما تقوليش يا ابو العيون دي امال اقول لك ايه لازم الناس يحسوا ان انا امريكاني قولي لي مستر ابو العيون ماشي حاضر يا مستر ابو العيون انا عايزه البادي الاحمر ده ما اسموش احمر يا بت احمر يعني ريد احمر يعني ايه احمر يعني ريد احمر يعني ايه احمر يعني ريد احمر يعني خلاص مش عايزه الاحمر هات لي البادي الاصفر ما اسموش اصفر اصفر يعني ريد اصفر يعني ايه اصفر يعني ريد اصفر يعني ايه اصفر يعني ريد اصفر يعني خلاص مش عايزه الاصفر هات لي الاخضر اخضر يعني ريد اخضر يعني ايه خلاص يا ابو العيون كرهتني في البضاعه خلاص يا بنت انا بهزر معاك معقوله هنيجي لغايه امريكا وما نعملش الشوبينج يعني ازاي اجيب لك اللي انت عايزاه عايزه انه رد فيهم الاحمر ولا الاخضر ولا الاصفر ايه عايزه الرد الاحمر الرد الاحمر أوه. ماشي جو تو هيل هاي 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 ايه البادي اللي بيكحح ده ده $30 $30 يا عم هما $2 بص هو اخره $75 $50 اوكي ايوه كده خد يا سيدي هات ايه ايه العملة دي؟ عملة؟ ايه اهو عملة مصر يا عم وادي فرعين اهم فرعين؟ مش توفيق عكاشة لا فرعين فرعون 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 يبقى فرعين يعني اوه I love Egypt go to hell thank you دي اوكي يعني بص بديك الباقي بقى بعدين خد يا بت ايه يا ابو العيون الحلاوه دي ده انت برنس في الانجليزي ده انت كنت ابيض ابيض يعني ريد ابيض يعني ايه ابيض يعني ريد ايوه لا ما انا يعني اتعلمت صراحه الدكتور بنهاوي عشان هو من بنها فبقى جاب لي 4 مدرسين بتوع انجليزي يا الله يرحمهم الاربعه يا الو يا ابو العيون ايوه والنبي يابا ركز معانا شويه في اللي انت رايح تعمله مركز اهو مين؟ أنا المقدم عبد ربيع، مركز معايا؟ عبد ربيع؟ أيوه الاسم الحركي إيه؟ هو أنا عبد ربيع برضه؟ أيوه أيوه عايز نعمل إيه؟ اسمعني بقى كويس، أنت دلوقتي قدام البيت الأبيض صح؟ أبيض يعني ريد، أبيض يعني إيه؟ يا عم أنا ماليش دعوة أنا أبيض ولا أحمر، مش أيوة. أنت مش قدام البيت الأبيض دلوقتي؟ أيوه أهو طيب، البيت الأبيض ده يا أبو العيون حلو صح؟ مش قوي يعني عندنا ابراج العبور برقبته يا عم حريق هائل في ابراج العبور ومحاولات للسيطره على الحريق اهو اتفضل يا عم
الو الو، واضح ان هنا ما فيش سيجنال. انا هروح بقى عند البيت الاحمر ده، ها اروح هناك كده، هو اكيد مشترك في كل الشبكات اوباما ده. هروح انا من هناك السيجنال ده كويس. ناي 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 شاي ناي 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 شاي ناي ناي شرم. ايه المزه الجامده دي؟ لوك لوك على لا لا وهلاوة في بلدي وناكا والنكاوة. لوك على لا لا وهلاوة يا عدوي في بلدي وناكا والنكاوة. تعال لوك يا حلوة جس بلدي، تعال انتك صندوق احبك يا باكينام لما بابا ينام. I am busy، ما تيجي انجزي، ما تيجي نيو جيرسي ونرجع مرسي. Come here my name is سمير. لا هي وصلت لكده والنعمه ما وسخ ايدي يا ابو العيون. يا بنت عواطف تعالى يا ابو العيون. في يا بنت الامامير دول بيعكسوا. عكسوا كده؟ اه. ايه الحلاوه اللي انت فيها دي؟ ازاي الكلام ايه يا قمر؟ يلا هات انت وهو، يلا هات انت وهو، سبتوا كل اللي في امريكا وجايين تعكسوا المدام. ولا يهمك يا بنت. تسلم يا ابو العيون. بقول لك ايه، انا جعانه، ما تجيب لي بسكوت من ده. من ريد؟ اه من ريد. جوت اويل. اي هاي اي يا توينكز يا ها واو يا سلام. وايه وايه ده؟ $3. يا عم عم $3 ليه يا عم؟ ده عندي كشك اخو شكري في المطريه بتاخد 4 من دول. ها 4 من دول مع 2 كنز من اللي هم الازاز ب1.5 جنيه يا عم. في ايه في ايه؟ ده كشك اخو شكري ده احلى كشك في مصر كلها. حادثه مروعه نتيجه اصطدام تريلا كبيره بكشك اخو شكري، مما اسفر عن قتل شكري وشلل اخيه واصابه امه بالهبل. اخو شكري مات يا باشا، اتصرف يا باشا. وات اوكي وهات الباقي. الباقي تمام كده. تسلم. ثانك يو ابو العيون. الله يخليك. خد يا بت، خد يا بت اهو كل يا اي اي. انت قلت لي ابو العيون؟ ايه. انت عرفت منين ان انا ابو العيون؟ مين في امريكا كلها ما يعرفش ابو العيون؟ ده الرئيس مستنيك. هو الرئيس جه هنا اهو امريكا عندكم؟ الرئيس الامريكي. الرئيس الامريكي المؤقت؟ الرئيس عارف ان احنا هنا؟ اتكشفنا عشان من الصبح عماله تقولي لي يا ابو العيون يا ابو العيون. اه عارف اهو، من غير مستر، من غير مستر. منك لله منك لله. هنعمل ايه دلوقتي؟ نقول لك ايه؟ يلا نجري يا بنت، اجري اجري اجري. رايح فين يا ابو العيون؟ انا العميل السري كريستيانو رونالدو. عشان كده لابس شورت. انا يا ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايوه ايه البتاع اللي انا اكلته ده؟ معلش. لا 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 على مهلك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تياتروما اكيد هيقعدوه على جهاز كشف الكذب. ما تقلقش يا باشا ما تقلقش، انا جهاز كشف الكذب ده مدربه عليه 100 مره قبل ما يسافر. ربنا يستر. طب وانت عرفت منين اللي هو هيقعد على جهاز كشف الكذب؟ احنا بننطق يعني يا باشا، احنا بنتخيل يا استاذ النقيب يعني، ما تقرفناش يعني، ما نقول جمله تعالى معانا. ربنا يستر ربنا يستر. ما تتعبنيش يابا، ما انا بقول لك مدربه ما تقلقش، انا 100 مره مدربه على الجهاز ده قبل ما يسافر. صحيح اللي عندنا بايظ بس تدوسيني امتى امال؟ الكلام ده في الافلام بس يا ابو العيون. طب هنصور افلام مع بعض امتى؟ خلينا في موضوعنا، ايه اللي جابك امريكا؟ الصراحه الصراحه من غير لف ودوران، ولا عايزه من ابو لف ودوران؟ لا عايزه الحقيقه. الحقيقه؟ اه. انا جاي احسجكم. اهو اعترف من غير حتى ما يقعدوه على جهاز كشف الكذب. موت نفسي. ايه ده؟ كشفنا كلنا كده. صد صغيره.
مين اللي مين اللي قالك تعمل كده يا ابو العيون؟ صراحه اللي قال لي اعمل كده الصراحه الصراحه هو الدكتور بنهاوي من بنها، هو حضرتك يعني اتطرف عليا ابن الهرشة راح يفرح وجهي. انت بتعرف تتكلم انجليش يا ابو العيون؟ لا انجليش ما بعرفش، بس انجليزي تلاقيني مية مية يعني. هايل يا ابو العيون. الله يهيلك. ايه خلاص كده الاختبار خلص؟ خلص؟ اه يعني انا نجحت؟ اه النتيجة كويسة. ربنا يخليكي. طب انت وراكي حاجة بعد الظهر؟ ما تكسفنيش يا ابو العيون. يلا يلا باي. يا دي يا امريكان يا جامد انت. يلا. شفت البنت اللي كانت معايا دلوقتي؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ وعمالة عاكس في البيت وعمالة لغيها، ها؟ وانتي ولا بتغيري عليا يعني ولا حاجة يا بنت عواطف. أنا مش عواطف. مش عواطف؟ أمال انت مين؟ أنا الملازم هيلين جورج. جورج ازاي؟ بقيتي جورج امتى؟ أنا اتجننت من 15 سنة عشان أجيبك هنا يا أبو العيون. يعني أنت قصدك تجيبيني هنا أمريكا؟ يعني أنا مانع نفسي طول الخمس سنين اللي أنا متجوزك فيهم ومش راضي أحسدك وفي النهاية تطلع عميلة لهنا ضد يا بنت اللذينة. لا يا أبو العيون، حتى لو حاولت مش هتعرف تعمل معايا حاجة لأني مأمنة نفسي كويس. همسة وهمسة عليا، همسة وهمسة عليا. همسة وهمسة؟ همسة وهميسة ايه؟ ده انت بتشرب المش بالشاليمو. همسة وهميسة ايه؟ على مين يا ماما؟ ايه الدماغ الجامدة دي يا بنت؟ ايه يا بنت الدماغ الجامدة دي يا بنت؟ وايه يا بنت التفكير اللي انت بتفكريه ده؟ نو بليز ابو العيون، احنا بينا عيش وملح. ماله مين؟ وايه الرجلين اللي شايلاكي دي يا بنت؟ لا يا ابو العيون، ابو العيون مين؟ النسر المصري شق السما وعبر وعمل أكبر ملحمة والناس اتكلموا علينا ونلوا. أي خدمة باشا، أي خدمة. مية مية أبو العيون. كمل. حاضر، ركز. حاضر. تكلم مين؟ ارجع ورا. إيه ده؟ مش أنت القرد اللي بيطلع في الكرتون؟ هو بيشيل الشنط ده يا عم. مش أنا اللي هو 3 ديز. لا مش انا، ارجع ورا. مش انت اللي باك؟ ليه باك؟ ايه في ايه؟ سيت داون. ايه؟ سيت داون. ابو العيون اقعد. ايه؟ اقعد. اقعد اقعد. مستر بريزيدنت اوف امريكا، السلام الوطني لجمهوريه امريكا. مين ده؟ باراك اوباما. ده باراك اوباما؟ ايه؟ ده بريك اوباما. باراك ازاي يا عم؟ يا عم التاني اسود، ده ابيض وده رد يعني. هو الرئيس الخفي، انا اللي بظهر. ايوه بس التاني طويل، ده هوت شورت. هو الخفي، انا اللي بظهر. ايوه بس التاني رفيع. عليا الصلاة، انا اللي بظهر. دي احتياطات الامن يا ابو العيون. احتياطات الامن. yeah. بس السلام الجمهوري بتاعكم ده، دي الاغنيه بتاعت الاستاذه صفاء ابو السعود اللي ياما كنا في الاعياد بنقعد نحتفل وبنقول اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. خدتوا الاغنيه بتاعتنا ليه؟ ايه الارتفيشال ده؟ احنا اخذنا حاجات كتيره منكم يا ابو العيون. خدتوا حاجات كتير؟ أخدنا حاجات كتيرة منكم. مش دي وبس، احنا لسه واخدين آخر أغنية كسرت الدنيا في مصر كلها. أغنية إيه دي؟ جاني يا كريستيانو. أوكي. ألو، يا حبيبتي، أنتِ وحشتيني أوي. يو دونت تيك أم. مش هروح. يو دونت تيك أم. مش هروح. العقل من جوا تغيير والدم يغلي انا سهير اصل البنات اموى اميل ترقص وتسهر تتمايل ميلي يا بنتي كمان ميلي. ها ها ايه؟ ايه رايك يا ابو القيوم؟ كويس ان انتوا خدتوها. كويس. رايي في ايه؟ حتى اغاني المهرجانات خدتوها وخدتوا كمان الاغنيه بتاعت الاستاذه صفاء.
بقول لك احنا اشترينا حاجات كتيره منكم الفتره اللي فاتت. يعني فترة ايه؟ اللي فاتت. فترة اللي فاتت؟ احنا اشترينا حاجات كتيرة منكم الفترة اللي فاتت. زي ايه؟ يعني اشترينا اغنية صفاء ابو السقوط دي، واشترينا مهرجان مش هروح، واشترينا تمن جبنة رومي من اولاد رجب مع زيتون اسمر، كان ارض تحفة على بعضه كده. اشتريتوا ارض؟ اشترينا ارض تحفة على بعض. اشتريتوا ارض من مصر؟ اوفر. اوفر قولها بالعربي. يعني كل الحاجات دي اشتريتوها من عندنا؟ دي حاجاتنا على فكرة يعني. لا احنا اخدناها يا ابو العيون. منور امريكا يا ابو العيون، ايه رايك؟ امريكا احسن ولا مصر؟ الصراحه يا رب يقول امريكا يا رب. الصراحه مصر احلى بكتير يا عم. هجوم جماعه بلطجيه على بعض المنشات الهامه بالقاهره. غريبه، مع ان امريكا فيها حاجات كتير حلوه. كريستيانو، اوكي هقوله. احنا مثلا عندنا قدام البيت الابيض بسين كبير يشيل 4 مليون مواطن امريكي كل يوم الصبح، لدرجه ان انا مش بلاقي مكان انزل فيه. بلاقي مكان يعني اكتب لي الترجمه بتاع يعني بسين، هو ده اللي انتوا عاملين فيه منظر يعني؟ بسين قدام البيت الابيض؟ بسين مين يا عم؟ يا عم اتفرج على النيل عندنا بقى. النيل من أسوان لغاية رشيد، وكفاية تمشي كده على كوبري قصر النيل ساعة العصاري وانت بتاكل ترمس كده، يا سلام على الحلاوة. انهيار كوبري قصر النيل وهروب الأسدين. موت في ايه؟ أمال ايه تقولي؟ طب سيبك من النيل ومن الحاجات دي، احنا عندنا هنا هوليوود، انتاج افلام، ريد كاربت، عندنا كل حاجة في الانتاج. افلام ايه اللي عندكم؟ يا دي افلام اللي عندكم، انتوا بتعرفوا تعملوا افلام؟ روح اتعلموا من السبك يا ابني. يا ابني شوف الافلام يا ابني، وقلب الاسد بقى محمد رمضان وهو بيغز الواد بالمطوه، وبعدين يضربه بالسنجه، وبعدين يضربه بالخرطوش، وبعدين يضربه بالمولوتوف. لازم الاجيال الجديده تبقى متعلمه يا ابني، لازم. انفجار السبكي والقبض على الممثل محمد رمضان في كمين المرج الجديده. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مال انا بقى؟ باش انا بقى هجيب لك الناحيه. امريكا طول عمرها معروفه بالمزز، يعني كل رجال العالم يجوا هنا عشان خاطر المزز. يعني هنا احسن بنات في العالم. انتوا احسن بنات؟ ياه. عندنا يعني احسن بنات. لا وانتوا احسن بنات واضح يعني، هو ده استحاله يبقى بنت واحده ابدا يعني. لا صراحه ما انتوا لغويين بقى بصراحه، احلى بنات البنات الامريكان. ايه ده؟ الشعر الاصفر والعينين الملونه واللون الابيض، احلى بنات الامريكان. انتشار مرض دوت البلهارسيا بين الجميلات الامريكيات بشكل مرعب وفظيع. المصريين هم عدويه وعزم وهمه، المصريين هم عدويه وعزم وهمه. اي خدمه باشا، اي خدمه. عايزين حاجه تاني؟ كمل. احنا عايزين سلامتك يا ابو العيون. الله يسلمك، بس يعني انا واضح ان في تفاهم بينكم انتوا الاثنين، يعني فاهمين بعض لدرجه انت الرئيس وهو اللي بيظهر، وانت الرئيس يعني فاهمين بعض واضح يعني. انت همار يلا؟ انت هبل؟ انت متخلف؟ انت هبت منك؟ مش عارف انت بتكلم مين؟ مين يعني؟ لو انت راجل خليك هنا. انا واقف. تمام. ايوه حماده. تعالى وهات ميكروباص معاك. عبي رجاله حماد، انا معايا هوار كبير عند البيت لاب. تمام يا حماده. خليه يجيب خرطوش معاه. وهات خرطوش معاك يا حماده. سينج اوفر. وسينج اوفر يا حماده، يلا عشان دي اخر دقيقه انجزه، اللي عايز حاجه يقول. انت شاحن بكام؟ انا شاحن كارت فكه، يلا يا جماعه. خليه يجيب مطاوي. وهات مطاوي يا حماده. تمام. لا اله الا الله، هوبي سلام. وربنا يسهلك. تعرفش تعمل ايه؟ يا جماعه اهدوا كده وصلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله سبحان الله.
اهدوا اهدوا يا جماعه، ده المصارين في البطن. ايه البطن دي كلها؟ خلاص اهدوا اهدوا اهدوا. ابو العيون. نعم. احنا عارفين انك جاي تهسد امريكا. انتوا عرفتوا منين؟ احنا بنقرا في كل حاجه. امريكا قدامك احسدها. احنا مش هيأثر فينا حسد، لان الناس هنا بتشتغل وشقيانه وتعبانه. جرب. اجرب ايه؟ احسدكوا ليه؟ ايه اللي عندكوا حلو يعني عشان احسدكوا عليه؟ انتوا شايفين ان انتوا اسياد العالم، اسياد العالم ب 400 سنه، احنا تاريخنا 7000 سنه. لو انتوا فاكرين ان انتوا ممكن تتحكموا في العالم وتعملوا كل اللي انتوا عايزينه، انسى. مصر دي كبيره قوي يا اوباما. ايوه كده يا ابو العيون، اديله كمان اديله. انتوا لسه صاحيين لغايه دلوقتي؟ ايه الطاقه اللي عندكم دي يا اخي؟ الو الو، انسى يا ابو العيون، احنا احسن بلد. احلى بلد بلدي. احلى بلد بلدي، اشجع ولد ولدي.